إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني واياكم من الفائزين. وبعد، ايها الاخوه الكرام، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدث بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله، حديثنا في هذه الخطبة عن مشكلة عظيمة تواجه المسلمين جماعات وأفرادا، وخصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والمغريات، ألا وهي مشكلة الفتور والملل وقصور الهمة. الموضوع ديالنا إن شاء الله تعالى في هذه العجالة السريعة هو ضعف الهمة، هذا هو الموضوع ديالنا إن شاء الله تعالى. وهذه مشكلة، هذه آفة، وهذه أمراض أصابت الصالح والطالح، وأصابت الشباب، وأصابت الفتيات، وحتى بعض الملتزمين، ألا وهي مشكلة الفتور والملل وقصور الهمة. ذلك الداء الخطير الذي أصاب الكثير من المسلمين، وخاصة الشباب والفتيات. فالفتور وقصور الهمة والملل مسلك دنيء، ومركب وضيع، وخلق ساقط، وعمل مردود لا يليق بأهل الفضل، ولا ينبغي من أهل النبل والعقل. الفتور وضعف الهمة شر عظيم، وباب من أبواب انقطاع العمل، ومشكلة المشاكل التي تصاب بها أمة من الأمم عندما يكون أفرادها هممهم ضعيفة، أي أمة يعني يصيبها الضعف وهذا الوهن، هذا ضعف الهمة. قد الإنسان لا يفكر في العبادة، ولا يفكر في الصلاة، ولا يفكر في الصيام، ولا يفكر في قيام الليل، ولا يفكر في أعمال الخير إلا قليلا، وهذا من ضعف الهمة، هذا من ضعف الإنسان الملتزم يدعي السنة وهو بعيد عن أعمال السلف الصالح، بل وأقول عن أخلاق السلف الصالح. أخلاق السلف الصالح في واد وهو في واد. يكون أفرادها هممهم ضعيفة، وعزائمهم واهية، وآمالهم قاصرة. أيها الإخوة الكرام،
ومن لم يموت وهو على معصية الله، شتان بين من يموت وهو يحمل هم الإسلام، ويحترق قلبه لصلاح المسلمين، وبين من يموت وهو يحمل هم شهوات الدنيا ولذاتها، فكيفكرش هذا لا يفكر في المسلمين ولا يفكر في الإسلام، بل يفكر في اللذات والشهوات. فكيفكرش في الإسلام وفي المسلمين الآن؟ كيف حال المسلمين الآن؟ كيف حال المسلمين الآن؟ هذا لا يهمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ألم يأن لشبابنا ولفتياتنا أن يعلموا حقيقة الحياة والغاية التي من أجلها خلقوا؟ ألم يأن للرأي أن ينقشع عن القلوب قبل أن يجملها؟ هذه الذات. اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا شباب البلاد، اغتنموا شبابكم في طاعة الله، اغتنموا شبابكم في قراءة القرآن، اغتنموا شبابكم في تعلم العلم الشرعي. وإلا قبل أن تندموا، وإلا قبل أن يحل بكم هادم الذات ومفرق الجماعات، ألا وهو الموت. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اللهم أحي قلوب المسلمين، اللهم أحي قلوب شبابنا وفتياتنا، اللهم أحي قلوب الشباب الصالحين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلي منهم منا في حديث عظيم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان أيها الإخوة وأيتها الأخوات، المؤمن القوي في كل شيء، في إرادته وفي دينه وإيمانه وبدنه ومهاراته وقدراته، هذا هو المؤمن، المؤمن القوي، المؤمن القوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أيها الإخوة الكرام، وقد أمر الله عز وجل بالتنافس في الخيرات، فقال سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال عز وجل: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس في الآخرة، التنافس في الآخرة أيها الأحباب، كما قال حسن البصري: إذا رأيت رجلا ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. اسمح لرجلك نفسه في الدنيا، أنت نفسه في الآخرة. ولكن سبحان الله، إحنا أنتم تشوفوا الآن، شوف الحال بين الآن، لأننا غلبنا الجانب الدنيوي على الجانب الأخروي.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من العجز والكسل، ويعلمنا صلى الله عليه وسلم علو الهمة. كيف علو الهمة؟ كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس. إذا سألتم الله عز وجل فاطلبوه، يعني اسألوا الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فما بال بعض شبابنا الآن، فما بال بعض شبابنا اليوم قد صرفوا عن المعالي وغيبوا عن الفضائل وغيبوا عن المساجد وغيبوا عن حلقات الذكر وغيبوا عن الدروس وغيبوا عن العلم الشرعي. أين الشباب؟ وأبعدوا عن كريم الشبائب ورضوا بسمو الغيب. إذا سألت أحدهم عن غناء سمو الأنشاب عن أمنية ديالو، يتمنى أن يكون راقصا معروفا أو مطربا أو متسكعا في الأسواق أو عاكسا أو لاعبا يهز المدرجات. هذه الأمنية ديالو، هذه الأمنية ديال الشباب. في سنن ابن ماجه بسند صحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. أين هؤلاء الشباب؟ من قول سعد بن معاذ هذا الصحابي الشهير رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فامضي ما أردت. هذا الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فامضي ما أردت فنحن معك. هو الذي بعثك بالحق. لو استعرضت من البحر لخذته، لو استعرضت من البحر فخذته عفوا لخذناه معك. ما تخلف منا رجل، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره ان نلقى عدونا غدا، انا لسبوا في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك مما تقر به عينه، فسير على بركه الله. هكذا يا شباب الاسلام، هكذا كان الشباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يا شباب الاسلام، فليتربى ابناء الاسلام، فلسنا اليوم في وقت اللعب. والله لسنا ايها الشباب اليوم في وقت اللعب، ولسنا في وقت اللهو والطرب، لسنا في وقت اللهو والطرب. الموسيقى، الغناء، الرقص، فالامه تتلقى الطعامات، تلو الطعامات، الأعداء يتربصون بها، والمنافقون يبيدون لها. أما ترون غدرهم في فلسطين؟ أما تشاهدون مكرهم في كل مكان؟ ماذا يراد اليوم بشباب الأمة؟ أتدرون أيها الإخوة الكرام؟ أتدرون من أول من سد سيفه في سبيل الله عز وجل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا رعاكم الله، قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، في سير أعلام النبلاء عن عروة قال: أسلم الزبير ابن ثمان سنين ونفخت نفخة من الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلامك. نفخت نفخة، سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى مكة، فخرج الزبير
تصور هذا الزبير يعني عنده 12 عام. فخرج الزبير وهو غلام ابن 12 سنة حامل السيف بيده السيف، فمن رآه عجب، فمن رآه هذا الزبير تعجب، عنده 12 عام حامل السيف، فمن رآه عجب وقال أم غلام معه السيف. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا زبير ما لك يا زبير؟ فأخبره وقال أتيت أضرب بسيفي من أخذك. فدعا له بسيفه. هذا يقول 12 سنة وأنتم تسمعون الآن يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم. مش الكفار مش عليهم، لكن شوفوا الأبناء الذين يسبون الرب ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض المغنيات في بعض القنوات نعم يسبون رسول صلى الله عليه وسلم علانية جهرا، فدمهم هذا حلال. أيها الإخوة، على مثل سيد هؤلاء فلتكن التربية، فلتكن الدعوة، فلتكن الهمة، فلتكن الشموخ، فليكن الشموخ والاستعلاء. أقول ما تسمعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الذي قال ما علمت لكم من إله غيري،
تمشي قديما وحديثا. أقول مع ذلك فأخي، أقول مع ذلك ما لست متباليا وسأظل متباليا مهما عظم كيد الأعداء. فالجبار عز وجل يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو صاحب، ولكم الويل مما تصفون، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. نعم، من آلامنا ترزقها مالنا، والرجال تصنعهم المحن. نعم، الرجال تصنعهم المحن، وابتسامة الفجر الوليد ترزق من أشد ثمة في الليل. وفي الختام أيها الأخوة الكرام، ما هو السبيل إلى علاج الفتور وضعف الهمة؟ أولا، في عجلة سريعة، كثرة الدعاء والإلحاح. الإنسان يكثر من الدعاء ويلحى الله عز وجل بالثبات على الهداية والاستقامة وطلب الإعانة من الله عز وجل على ذكره وشكره وحسن عبادته. الإنسان يطلب الله عز وجل يثبت في هذه الحياة. دائما الإنسان في السجود يقول: اللهم إني أسألك الثبات على الإيمان، اللهم إني أسألك الثبات على التوحيد، اللهم إني أسألك الثبات على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سندائما يكثر من هذا الدعاء هذا الثبات أيها الإخوة الكرام. ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين أنهم يقولون: واجعلنا للمتقين إماما. وإمامة المتقين من أعلى مراتب علم الهمة. ثانيا، قراءة القرآن بتدبر وتعقل. قراءة القرآن أيها الإخوة الكرام، وإحنا هجرنا القرآن، الدستور ديالنا هجرناه، القرآن ما كنقراوش القرآن. قد يصير قول رمضان تنظر على القرآن، وهذه مصيبة. والله هذه مصيبة اقتصادنا كامل كاملا، كلنا في المعمعة سواسية. قلنا قراءة القرآن بتدبر وتمعن، فالقرآن يهدي للتي هي أفضل، وعلو الهمة من جملة ذلك. والقرآن هو الذي رب الأمة وأدبها. شكون اللي رب الأمة؟ طبعا القرآن هو الذي رب الأمة وأدبها وزكى منها النفوس وصفى القرائح وأعلى الهمم وغرس الإيمان في الأفئدة. ثالثا وأخيرا، حصار الأمل وتذكر الآخرة. حصار الأمل، الإنسان يعرف أنه غادي يشوف دائما، الإنسان يفكر أنه يوم القيامة غادي يمد حياته. دائما الإنسان يفكر في الموت. تذكروا هذه الملذات، حصار الأمل وتذكر الآخرة. الإنسان يتذكر الآخرة، وهذا من أعظم الفوقدات للهمة، ومن أكبر البواعث على الإقبال على الله عز وجل. وذلك أن المرء إذا تذكر قصر الأمل وسرعة زوالها أدرك أنها مزرعة الآخرة وفرصة لكسب الأعمال الصالحة. وتذكر ما في الجنة من النعيم المقيم. لما تذكر الإنسان الآخرة كيتذكر الجنة، كيتذكر النار. الإنسان يتذكر النار كيتوقف، كيسكت تما بيه. ما في الجنة من النعيم المقيم، وما في النار من العذاب الأليم. وزهد في متع الدنيا وأقصر عن الاستئصال في الشهوات، وانبعثت همته بالأعمال الصالحة. قال المنجوسي رحمه الله: من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر. إنسان تفكر في العواقب والنتائج ديال الدنيا أخذ الحذر. ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب
السفر أقول ما تسمعون. اللهم ردنا إليك رب جميعا، اللهم ردنا إليك رب جميعا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا الديانة التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن السخط إلى الرضا، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن البدعة إلى السنة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل كيدهم في محورهم، اللهم دمرهم يا حي يا قيوم، اللهم فرج جمعهم، اللهم نك سرايتهم، اللهم نك سرايتهم، اللهم اهزمهم، اللهم عنك بالصهاينة الأعداء، اللهم ادعي الظالمين الظالمين، اللهم ادعي الظالمين الظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا وشيوخنا ونساءنا، اللهم ربهن على القرآن، اللهم ربهن سوء التبرج والاختلاط، اللهم ربهن سوء التبرج والاختلاط، اللهم ربهن سوء التبرج والاختلاط. اللهم وفق عبدك محمد السادس، اللهم وفق عبدك محمد السادس، اللهم وفق كل خير وعز عليه، اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، اللهم أري الباطل باطلا وارزق اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.